اهلا وسهلا ومرحبا، بدأنا رحلتنا اليوم منطلقين جولة برية نهارية راح نستمتع وياكم فيها بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. آه يا مرحب، شلونكم؟ صبحك الله بالخير، شو هالفرصة السعيدة؟ الله يجزاك خير يبارك فيك. شلونكم؟ الله يرضى عليكم. يا مرحب يا مرحب، كيف حالك؟ حبيبنا جاي من الدمام. نعم يا مرحب. اي والله الله يجزاك خير، الله يبارك فيك. من دراج الدمام. نعم والله، الله يبارك فيكم. وش اخباركم؟ عساكم طيبين. شلونكم مع الدراجات؟ والله ماشي الامور، لا بس الحمد لله. الله يرضى عليكم. اذا طالع تمرين؟ ها اي والله، الله يحفظك. الله والله حنا طالعين رحلة. آه ما شاء الله. يعني تمشية. تمشية. إيه. فطور وكذا. جميل. خفيف يعني. لا شك، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله حياك الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك، سلمك الله ورعاك. الله يحفظك. حياك الله اخوي محمد. الله يحييك دكتور فيصل. الله يرضى عليك ويبارك فيك، حيا الله ابا صقر. ما شاء الله. تباريس الحصه سبحان الله مختلفه عن التراب. لا شك. لا شك. مع اقتراب التضاريس العامه متقاربه ترى. لكن البيئه مختلفه. ذيك بحريه وهذه زراعيه. لا اله بالله. طيب في عندك شيء؟ كيف بنشرت الحين؟ اوف بس هذا بيرجعنا مسافة حلوة. لا لا عندي انا منفاخ. اوكي طيب يلا، قدر الله وما شاء فعل، لا بأس. استمتع. انا بقول لك سالفة. يلا ما شاء الله. قبل فترة بنشرت علي ورجعت البيت وهم بنشرة. عجيب. والحين سوت نفس الحركة. يلا الحمد لله على كل حال، الحمد لله. الحبيب ترى جاي من الدمام، يعني قطع 150 كيلو تقريبا حتى يصل إلى أحساء. هذا المنفاخ، منفاخ الجي بي ار ترى، هذا شفتوه جي بي ار. ما شاء الله ما شاء الله. هي 10 او اقل من 10. 10 طيب سم. اسحب هذه تقدر. اوكي جميل. طبعا الحبيب ترى ما يحب يلبس جزمات، هذا شخصيته كذا، طبعا عادي عنده. تسلم تسلم، الله يرضى عليك، اكرمك الله، الله يحفظكم.
طبعا هذه اخلاق الدراجين الرائعه، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. هذا وجه الحبيب. الله يرضى عليك، حياك الله يا مرحب. يلا بسم الله بسم الله. اعتقد انه يعني بيعطينا فترة قصيرة من الوقت. الحمد لله على كل حال، دائما استمتع، دائما خلك متفائل وايجابي. حبيب ومشارك معنا في عدد من الجدولات السابقة، طبعا هو خارج في تمرين، تمرين ما شاء الله ما شاء الله. وزي ما ذكرنا التمرين يختلف عن الرحلة. أنا وحبيبنا الغالي في رحلة، هذا صاحبي في الرحلة السابقة في الجبل. وأيوه رحلة الإصرار. نعم. رحلة الإصرار وأيضا رحلة الجير. هو صاحب الجارية الصغيرة ذي في السريعة في رحلة الجير. بس اليوم أعطاها إجازة وجاب الدراجة. والله ماشي، لا أموره طيبة ترى. أموره طيبة. من الأشياء اللي تكرهني في الرود أنه إذا بنشر لازم يتصلحه أو تشيله. أو تشيله. عكس الهجين والجبل. داعي المشي. طبعا الأجواء ربيعية، ربيعية جدا. جو جميل لا يوصف. ودائما في الدراجات نقول لكم ترى الوضع لا يوصف. دائما جميل ما شاء الله. دراجته ظاهر انها ستتعب كثير في الحركة، فمضطرين ان نقطع الرحلة ونعود. لكن يلا الحمد لله على كل حال، لان الان اخذنا من نفخ الدراجة تقريبا 5 دقائق، اعتقد باقي بعد 5 دقائق او اقل ونحتاج ان نعيد نفخها بالهواء، وهذا بيتعبه في الطريق، خصوصا ان كل ما نزل الهواء كل ما اصبحت الحركة صعبة عليه.
مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.